نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. والإسلام الذي جعل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه الإنسان الأعظم بعد الأنبياء والرسل، وأول من يدخل الجنة بعدهم، وهو أيضا أول إنسان حمل شعلة التوحيد التي تركها الأنبياء ليحمل عباد دعوة التي أوكلت لأول مرة في التاريخ إلى البشر العاديين دون الأنبياء. إنه الإسلام الذي حول عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ألد أعداء الإسلام وأكثر أهل قريش أذى للمسلمين إلى أحد أشهر الأشخاص والقادة في التاريخ الإسلامي، ومن أكثرهم تأثيرا ونفوذا، كما استطاع القضاء على الإمبراطورية الفارسية في أقل من سنتين. إنه الإسلام الذي حول عثمان بن عفان رضي الله عنه من رجل همه الشاغل العمل بالتجارة، فقد كان من أغنى تجار مكة على الإطلاق، إلى أول رجل يعالج الأزمات الاقتصادية التي كان يمر بها المسلمون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبجانب أنه ثالث أعظم بشر بعد الأنبياء والرسل، وثالث العشرة المبشرين بالجنة، وثالث الخلفاء الراشدين، فهو الذي جمع القرآن الذي نقرأه إلى يومنا هذا. إنه الإسلام الذي جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد أعظم أبطال التاريخ الإنساني عبر مختلف العصور. إنه الإسلام الذي جعل من خديجة رضي الله عنها أما للمسلمين وأفضل زوجة عرفها تاريخ البشرية، حبيبة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعز مخلوقة على قلبه. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال له: إذا جاءتك خديجة فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، وهو اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه ولا نصب. إنه الإسلام الذي جعل أبا عبيدة بن الجراح يختار دينه على ظلم أبيه، وذلك في معركة بدر، حيث تجنب مقاتلة أبيه، ولكن أصر والده على مقاتلته، ليوقعه أبو عبيدة صريعا مدافعا عن نفسه وعن دينه. إنه الإسلام الذي حول سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه من جندي قبلي همه الأكبر الدفاع عن قبيلة عربية تقع في جزيرة العرب، إلى أعظم قائد عسكري عرفته البشرية، الذي لم يوجد في تاريخ الأرض منذ آدم عليه السلام إلى يومنا هذا إنسان خاض معارك حربية من دون أن يهزم ولو بمعركة واحدة إلا هو. إنه الإسلام الذي جعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو من هو؟ أحد سادات العرب في الجاهلية، وكان هو وأبوه من أشد أعداء هذا الدين، إلى رجل كرس حياته كلها إلى خدمة هذا الدين، فأصبح أميرا على الكثير من البعثات والغزوات، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بتعيينه قائدا عاما على جيش فيه أبو بكر وعمر، وأصبح أحد قادة الجيوش في فتوحات الشام، فكان هو فاتح فلسطين وقائد جيش القدس، كما أنه فتح أرض الكنانة مصر من الإمبراطورية الرومانية الظالمة. إنه الإسلام الذي جعل السيدة فاطمة رضي الله عنها حينما آذى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند بيت الله الحرام، تذهب إلى أبي جهل ومن معهم من السفهاء لتشتمهم بصوتها الطفولي كأنها ملكة من ملوك الأرض، إنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجد أحد أحب ابنته كحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة. إنه الإسلام الذي حول عكرمة ابن أبي جهل من رجل مبغض حقود على الإسلام والمسلمين إلى رجل لا يحب في الدنيا أكثر من هذا الدين. إنه الإسلام والعقيدة الراسخة التي جعلته يتخذ أصعب قرار على الإطلاق في حياة أي إنسان، لقد اتخذ قرار الموت، ففي وادي اليرموك ينادي على المسلمين: أيها المسلمون، من يبايعني على الموت؟ فأقبل إليه 400 فدائي مسلم ليكونوا فيما يعرف في التاريخ باسم كتيبة الموت، ليسقطوا نحو مئات الآلاف من جيش الروم، ليسقط بعد ذلك شهيدا في سبيل دعوة الإسلام والتوحيد.
إنه الإسلام الذي حول أبا سفيان بن حرب، الرجل الذي حارب الإسلام أكثر من 20 عاما، فقد كان رئيس أكبر دولة تحارب الإسلام في هذا الوقت، إلى صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتل معه يوم حنين وكان ذا 70 عاما، كما حارب في معركة اليرموك وكان أكبر المسلمين سنا وقتها، فقد بلغ عمره 76 عاما. وحسبك أنه فقد عينيه في القتال، وحسبك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة. إنه الإسلام الذي جعل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أزكى امرأة في تاريخ الإسلام وأكثرهن علما وفقها، فقد كانت من بين 5 الأوائل من رواة السنة النبوية على الإطلاق. ويكفيك أن الله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا من فوق 7 سماوات يبرئ فيه هذه المرأة الطاهرة. وقد أجمع علماء الإسلام من أهل السنة قاطبة على أن من طعن أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منها فهو كافر. هم صفوة الأقوام فاعرف قدرهم، وعلى هداهم يا موفق فاهتدي، واحفظ وصية أحمد في صحبه، واقطع لأجلهم لسان المفسد، ارضي لعرضهم الفداء، وإنهم أزكى وأطهر من غمام أبرد، فالله زكاهم وشرف قدرهم وأحلهم بالدين أعلى مقعد، شهدوا نزول الوحي بل كانوا له، نعم الحماة من البغيض الملحد، بذلوا النفوس وأرخصوا أموالهم في نصرة الإسلام دون تردد، ما سبهم إلا حقير تافه نذل يشوههم بحقد أسود، لغبار أقدام الصحابة في الردى أغلى وأعلى من جبين الأبعد، ويل لمن كان الصحابة خصمه والحاكم الجبار يوم الموعد.